دايما بنتابع في جولتنا على السوشيال ميديا اهم واخر اخبار نجوم الكوره سواء محليا او عالميا من على صفحاتهم الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي. نبتدي مع محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني الاول اللي نشر صوره على تويتر من مباراه امبارح مع فريقه قدام بلديه اكيسار سبور واللي انتهت بفوز قاسم باشا 5-0. احرز تريزيجيه الهدف الاول وكتب فوز كبير الحمد لله. كمان عالميا امبارح كان في ماتشات مهمه كتير في الدوريات العالميه. هنبتدي مع ماتش ليفربول وهدرسفيلد تاون واللي انتهى بفوز ريدز بهدف نجمنا محمد صلاح. كتبت الصفحه الرسميه لنادي ليفربول الانجليزي على تويتر هدف صلاح 50 هدف في الملاعب الانجليزيه كبير يا صلاح كبير. كمان نشر شيردون شاكيري لاعب ريدز صوره على تويتر من الماتش وكتب فوز مهم النهارده. نشر جيمس ميلنر لاعب ليفربول برضه صورة على تويتر وكتب أداء وثلاث نقاط وشباك نظيفة. نشر مدافع ليفربول الإنجليزي فان دايك صورة من المباراة مع صلاح على تويتر وكتب ثلاث نقاط مهمة شباك نظيفة التركيز الآن على دوري أبطال أوروبا. من مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون نروح لتشيلسي ومان يونايتد واللي شهدت طبعا إثارة كبيرة جدا وانتهت بالتعادل 2-2. الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد على الانستغرام نشرت صورة لنجم الفريق توني مارسيال وكتبت توني مارسيال رجل مباراة اليوم. مارك راشفورد لاعب مان يونايتد نشر صورة لي على تويتر من الماتش وكتب من الصعب أن تحصل على نقطة بينما تستحق أكثر لنستمر في التقدم للأمام والصعود لأعلى. نشرت كمان صفحة فوري إيمج على الانستغرام صورة للنجمين الفرنسيين بول بوجبا نجم مان يونايتد وكونتي لاعب تشيلسي من المباراة وكتب صنع في فرنسا. نشر كمان أنطونيو روديجر لاعب البلو صورة على تويتر من احتفاله بالهدف الأول وكتب ما زلنا بلا هزيمة هذا الموسم. كمان نشر روس باركلي لاعب تشيلسي واللي احرز هدف التعادل في الوقت بدل الضايع صوره على تويتر وكتب الهدف الاول في ستانفورد بريدج. نروح بقى لفوز مانشستر سيتي الكبير على بيرنلي 5-0. سيرخيو اجويرو واللي افتتح الخماسيه نشر صوره من احتفاله مع زمايله بالهدف وكتب على تويتر فوز جيد جدا. خوض مثل هذه المباريات التي نحبها والبقاء على قمه الجدول. نشرت كمان الصفحة الرسمية للبريمير ليج على الانستغرام صورة لكيفن دي بروين نجم المان سيتي في المباراة بتحتفل بعودته للملاعب بعد ما تعافى من الإصابة اللي بعدته عن المشاركة خلال الفترة اللي فاتت وكتبت الصفحة مرحبا بعودتك دي بروين. كمان كتب فانسنت كومباني لاعب المان سيتي على تويتر بعد الماتش نتيجة رائعة أداء مميز. وبنيامين مندي لاعب السيتي رد على تويتر على واحد من المشجعين كتب ان هو باع مندي في لعبه الفانتزي وندمان على ده جدا وقال لا تفعل ذلك ابدا. Never do that. وبعد كده كمان نشر الجزائري رياض محرز اللي احرز الهدف الرابع صوره على تويتر وكتب 5 اهداف شباك نظيفه سعيد باحراز اول اهدافي في ملعب الاتحاد. هاري كين نجم توتنهام فنشر صورة على صفحته على الانستغرام بعد الفوز على ويست هام 1-0 وكتب فوز كبير خارج أرضنا والآن تحضيرات كبيرة للفترة المقبلة. من الدوري الإنجليزي للدوري الألماني البونز ليجا نشر المغربي أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني صورة من ماتش شتوتغارت على تويتر واللي فاز فيها بروسيا دورتموند 4-0 وكتب مجهود كبير من الفريق لنستمر في التقدم للأمام. كمان بايرن ميونخ الالماني اللي بعد سلسله من النتائج المخيبه للامال اخيرا حقق الفوز امبارح على فولسبورغ 3-1. النجم البولندي ليفاندوفسكي احرز هدفين وكتب على تويتر اهدي هذا الانتصار لمشجعينا الذين ساندونا في الاوقات السعيده والصعبه. كمان كتب بواتنج لاعب البايرن على تويتر تغريده قال فيها كنا بحاجه لرد الفعل هذا للعوده لطريق الانتصارات. نشر كمان ديفيد ألابا صورة من المباراة أو من الماتش على تويتر وكتب عودنا للمسار الصحيح. وفي الليغا الأسبانية نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على تويتر صورة للحظة إصابة نجم الفريق لينال ميسي في ماتش امبارح قدام إشبيليا واللي انتهى بفوز برشلونة 4-2 وكتبت أطباء نادي برشلونة يؤكدون إصابة لينال ميسي بكسر في دراعه اليمين من المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل ل3 أسابيع.
كمان نشرت صفحة في الجول على الانستغرام صورة لتيرشتايجن حارس مرمى البوغرانا، وكتبت تصديات تيرشتايجن الخرافية أمام إشبيليا لم يفعلها من قبل إلا الحارس وليد في كرتون الرسوم المتحركة كابتن ماجد. وكمان نشر مارسيلو نجم ريال مدريد صورة على انستغرام من ماتش لافنتي واللي خسر الفريق الملكي بهدفين لهدف واللي احرزه مارسيلو، وكتب بذلنا اقصى جهدنا من اجل تحقيق الفوز ولكننا لم نستطيع، سنواصل النضال حتى نلتقي مرة اخرى. اما بقى بالنسبه لفرنسا فنشرت الصفحه الرسميه لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الانستغرام صوره من احتفال اللعيبه باحد اهداف الفوز على اميان 5-1 وكتبت 10 من 10 نستمر بلا هزيمه في الدوري الفرنسي. ايطاليا كمان او في الكالتشر الايطالي نشرت الصفحه الرسميه لنادي يوفنتوس على تويتر صوره للنجم كريستيانو رونالدو بعد مباراه جنوا واللي انتهت بالتعادل 1-1. رونالدو هو اللي طبعا احرز هدف يوفنتوس، وكتبت الصفحه رونالدو اصبح الان اول لاعب يحرز 400 هدف في الدوريات الخمسه الكبرى. نشر رونالدو كمان صوره من الماتش على انستغرام وكتب كل مباراه تعلمنا شيء فلنركز الان على المباراه القادمه.